عبر الهاتف من بيروت ينضم لنا الدكتور فادي نصر، استشاري اورام سرطانيه ورئيس قسم طب الاورام في مستشفى جبل لبنان. اهلا بك معنا دكتور فادي. الاطعمه ذات المواد الحافظه لها علاقه بالسرطان، الاطعمه الجاهزه، قوالب الحلوى، يعني ما مدى اتفاقكم مع هذه الدراسه؟ ما السبب وما الاستناد الذي تستندون اليه في ذلك؟ مساء الخير. اول شيء هيدا شيء بنعرفه من زمان، انه الاطعمه الحافظه خصوصا اذا كانت فيها مواد حافظه بشكل عالي لها علاقه بالسرطان، وهذا بنعرفه شيء من زمان. هلا المشكله بهالموضوع بحد ذاته ما في الشخص يراقب هالمواضيع، هيدي بدها تكون الدوله مراقبه هالمواضيع. نحن بنعرف اذا بنفوت على الانترنت وبنشوف نت الانترنت وين ما كان بكل الدول بكل المواضيع في اطعمه حافظه معروفهم بارقام، مثلا اي 105 هو جون دو كينولون، مثلا الاسيتوليفان كا الاي 950 الى اخره. اي من الاطعمه تتواجد هذه الارقام، هذه الاطعمه التي ذكرتها دكتور، او هذه المواد الحافظه بالمعلبات ولا اين؟ بالمعلبات، بالحلو اللي بناكله الملون بيطعموه للاولاد، او كلهم موجود فيهم. هلا في تعرفي في سر، يعني في معدل ما فينا نطلع فوقه، وهالمعدل معروف عالميا، وهالمعدل لازم يتبع، وهيدا اهميه الدول وقت يشوفوا هالاطعمه يبقى هالمعدلات محافظ عليها ومتبع عليها. هيدا انا وانت ما فينا نتبعها، يعني انت ما فيك تشوفي على كل، لان انت اذا بتشوفي هالاطعمه المعلبه بيبقى مكتوب عليها هن انه في 950 بس انت ما فيك تتبعيهم لان ما بتعرفيهم. صحيح. الدول لازم تتبعهم، يعني هذا بدها تكون على مستوى الوزارات الصحه هي بدها تكون مراقبه للاطعمه، بس هيدا طيب. اكيد انه هاي الاطعمه عندها خطوره، يعني هالمواد الحافظه كلنا بنعرف انه عندها خطوره. طيب عندنا احنا كافراد كمستهلكين، هل ممكن من ربما اشياء معينه يجب علينا الانتباه لها؟ للاسف 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 انت كفرد كثير صعب عليك تتبعيها، لان بيجي بس تشوفي على الاطباق وكذا بيجي ارقام، يعني مثل ما قلت لك هالارقام انت لك ما لهم معنى، بقى هالارقام لازم تتبع من الدول، يعني من الوزارات الدول الصحه لازم تتبع. من هون صعوبه هالموضوع، من هون المتابعه بده يكون على اسم اعلى منا نحن كافراد. هلا فيك تشوفي انه انت هالمواد الحافظه معروفه وين ما كان، اذا موجوده فيها ما تاكليها، بس اذا بتشوفي حيلا بواد دو كونسيرف، يعني هل بدك تاكلي شو ما كان معلبات فيها كلهم هالمواد الحافظه، والمواد الحافظه فيها شر، يعني فيها معدل، هالمعدل ما لازم ينقطع. وهي برجع بقول لا انا ولا انت فينا نتبع هالموضوع، هذا بدها يكون على مستوى دولي. طيب. نعم. مستوى وزاره. نعم. طيب يعني ما علينا فعله؟ هل تقليل مثلا من هذه الأطعمة الجاهزة، من الحلويات، من الأطعمة المعلبة؟ صحيح. إذا أنت بدولة ما في مراقبة، عم نحكي نحن بجاردين بوست، عم نحكي بمحل يوكي، يعني وين الدول كثير منتبهة على هالموضوع ومتابعة على هالموضوع وهيك عم بيصير. في دولنا العربية الانتباه على هالموضوع أقل بكثير. لكن النصيحة مثل ما أنت عم بتقولي هي نحن قد ما فينا نقلل من هالمواد الحافظة، ولا نقلل من هالأكل اللي بناخده بالمواد الحافظة بالبوت كونسيرت، يعني ناكل أكل نعم. طبيعي. وهذا دور مهم إنه نعلم أولادنا خصوصا ياكلوا أكل طبيعي، خصوصا بتعرفي كل هالحلويات الملونة اللي بنشوفها بحبوها الأولاد، الملونة المتلونة. نعم. فنحن بنفضل نتوقيها. شكرا لك، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة الدكتور فادي نصر، استشاري أورام سرطانية ورئيس قسم طب الأورام في مستشفى جبل لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. شكرا جزيلا لك.